يا من الظلم الكان فحراقين يألموا للرب حرطاني بلا دمير ينهان كيف الحمير يؤاقب مع الخير ويقدم للشر واليوم ياك ناهي نقضى نزل قول بيراما مانديلا رجع جمهورية معنا لهي الزاوية الجنبية لأنك أحلى نور الحرية ولموريتا حرام الأبوية وانت وانت من عشر الحرية فيك لي لغيتا الدعوة الجنبية سارة سارة نحن الأمة مش فاكرين الحرية لا يعطينا حرس عام بيه ما عدليش من العبيد من بطول لاب لحديد شعب ما يموتين هذا حزب إيران لا يقلع هذا الأرض عنصرية شنينية خلات لدمية خوتي قراب وقاو نمحو عن العبودية خير فيكم توفاو من الكلب والاستعمار اليوم كامل أخوت ساق وقت علينا يفوت Solin ke fulle sira ke bambar olo fogoro daga tome olo kitikini me ometi meda oyan sahabane korongo temeda khona khumanya hasda khumanya kafra khumanya koro makamede beri koro makame keri kafu dine kama mutare noho Assalamu alaikum wa rahmatullah Rana mrahbin bikum Sada ikhwa السيدات الأخوات مرحبين بذا الجمع الحمد لله الغفير من المناضلين والمناضلات وشاكرين لكم حضوركم ومجيئكم من المناطق النائية والبعيدة جدا من أجل المشاركة بالاحتفال وبالمؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الرئيس بيراما داه العبيد بك الله أسره ذلك الإخوة اللي جاءوا من العاصمة أبيجان وشاكرين كذلك الجورناليس ومجموعة حقوق الإنسان وبسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة أيها السيدات بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الرئيس بيراما داه العبيد فإن المكتب القراوي بساحل العاج يعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح ملابسات اعتقاد الزعيم الرئيس النائب بيراما داه العبيد يوم 15/10/2018 اليوم اصلا يوم 13 اكتوبر 2018 ولكنه تاخر لان يوم 13 كان فيه الزرق هون فوت في كوت ديفوار وعليه تاخر بمناسبة اليوم فإن المكتب يعقد مؤتمرا صحفيا بعد لحظات للمطالبة بإطلاق سراح رئيس بيراما داه العبيد وكذلك توضيح ملابسات اعتقال الرئيس بيراما داه العبيد رئيس مبادرة انبعاث الحركة العراقية المعروفة اختصارا بإيران ورئيس شبكة القضاء على الرق ومخلفاته في موريتانيا تم اعتقاله يوم 7 الشهر الثاني من سنة 2018 تزامنا مع وضع اللمسات الأخيرة لملف ترشحه للنيابيات للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية فيما كان الرئيس ينتظر وصلا بالموافقة على ترشحه بعد إكماله الشروط المطلوبة إلى بالشرطة تقتحم بيته لتخبره انها جاءت لاعتقاله باوامر اولياء تقترف الشرطه الى المفوضيه مركز الاعتقال حيث تعرض لشتى انواع التعذيب النفسي والمضايقات منع من الزياره وزياره اقرب المقربين اليه زوجه ليلى بنت احمد الكبير وابنائه كذلك ومنع من مقابله محامي ومن كتب المطالعه وكان محتجزا بحجرة ضيقة قذرة بالرغم من كل ذلك فقد حجز مقعده من زنزانته في السجن المدني بنواكشوط وهو الحاصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة 2013 والحاصل على عدة أوسمة لنضاله السلمي مدافعا عن العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات المجتمع وحقوق الرازحين تحت نير العبودية والتمييز العنصري حيث قال لأن تمر عليه سنة إلا ودخل السجن هو ورفاقه فحين يتظاهرون يتعرضون لقمع وحشي من طرف قوات الأمن وقد نالت زوجته المناضلة ليلى بنت أحمد النصيب الأكبر من التنكيل الجماعي العلني
فمناضلي الحركة يتعرضون للتعذيب قبل وبعد اعتقالهم بمفوضيات الشرطة وبعد سجنهم، وجاء ذلك بتواتر في جل تقارير الأمم المتحدة، مع أن النائب بيرام الداهبي تم اعتقاله دون أي تهمة واضحة وبمزاعم أنه هدد صحفي أعد تقريرا صحفيا حول حركة إيران وحلفها مع حزب الصواب. والحقيقة أن الصحفي المذكور أعد تقريرا مخابراتيا لإدارة بوصاية البوليس السياسي الموريتاني، وخصصه لشتم الرئيس بيرام والافتراء عليه وعلى التيار لمعتاقه. والظالم الجائر إن قاضي التحقيق مدد الاعتقال احتياطي أكثر من مرة بدون أسباب قانونية، ولكن بادعاء أنه سيذهب إلى في عطلته السنوية والتي دامت 45 يوماً، ومن أجل التمالؤ وغض الطرف العنصري وعدم معاقبة منتهكي حقوق السود الموريتانيين وخاصة أبناء الإرقاء، فإن الشبكة الدولية للتضامن مع الرئيس النائب بيرام الداهبي تحضر وتعد من أجل حرية من انتخبته جماهير المظلومين لإيصال صوتهم في البرلمان وإعادة حقوقهم من خلال المؤتمرات الصحفية والاجتماعات التحسيسية لتسليط الأضواء وتنوير الرأي العام الإفريقي وتوضيح المبادرة القارية من أجل مؤازرة الزعيم لمناهضة العبودية واضطهاد السود الموريتانيين. أيها السادة، أيتها السيدات، إننا في مبادرة انبعاث الحركة الإعتاقية نعتبر صمت العالم وتجاهله للظلم الذي تمارس القوى المهيمنة في موريتانيا وخاصة الحكومات الإفريقية التي كافحت نظام الميز العنصري ضد الأفارقة السود في جنوب إفريقيا نوع من المشاركة في الظلم وغض للطرف وإعطاء الضوء الأخضر لمن لا يقيم للعدالة وزنا ولا للقيم الإنسانية قيمة ويستهتر بحقوق الأفراد والشعوب للأصول الإفريقية. أيها السادة، أيتها السيدات، إن أملنا فيكم كبير، وإننا انطلاقا من حضوركم المشرف ومشاركتكم لنا في ساحل العاج كما شارك آخرون في بلدان أخرى من إفريقيا والعالم في مالي وبيني والسنغال وبوركينا فاسو والنيجر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، نريد أن ننبهكم إلى أن قوى الظلام والعنصريون الذين لا يريدون بموريتانيا خيرا يسيرون بها حديثا إلى منحدر صحيح غير مبالين ولا مهتمين بالسلم الأهلي في موريتانيا ولا في منطقة غرب إفريقيا غرب وشمال إفريقيا ولا بكرامة حقوق البشر. أيها السادة، أيتها السيدات، عاش الزعيم بيرام حرا طليقا رغم أنوف الظلمة، عاشت حركة إيرا المجيدة، عاش النضال السلمي، عاش أحرار العالم، يسقط حكم العسكر، يسقط حكم الدكتاتور. بيقين مناضلي ضيمة أحباسكم، ضيمة البناركم، وشكرا لحضوركم. Le 13, 10e mois 2018, comme ça a coïncidé, cette journée a coïncidé avec la municipalité en Côte d'Ivoire, dont nous avons mis ça aujourd'hui. Nos remerciements à la presse écrite ivoirienne qui ont répondu présent à notre appel. Nos remerciements à la délégation de la coalition des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Africains solidaires de Bigram Dabé, IRA section Côte d'Ivoire, Abidjan le 15 octobre 2018. Bigram Dabé, président d'initiative de résurgence abolitionniste IRA et chef de file du mouvement d'éradication d'esclavage en Mauritanie, a été arrêté le 7 août 2018 en dépit de sa candidature au sein de député. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un opposant est élu de sa cellule dans la prison civile de Nouakchott. Prix des droits de l'homme de l'ONU en 2013, maintes fois décoré pour sa lutte non violente en faveur de l'égalité de race et maintes fois et de la parité homme-femme. Bigram est familier des prisons où il séjourne quasiment chaque année, en compagnie de ses camarades. Quand il manifeste, ceux-ci subissent la répression sévère des forces de l'ordre. Actes de torture à eux sont infligés lors de la garde à vue dans les commissariats de police ou dans les commissariats de police ou durant la peine légale, alimente de nombreux rapports de la police. Pourtant, député Bigram Dabé endure la réclusion sans procès.
au prétexte d'avoir diffamé, voire menacé un journaliste, auteur d'un reportage tendancieux sur Irak. Le détenu accuse l'homme de médias d'avoir commis un travail de propagande, de diffamation et de dénigrement au bénéfice de la police politique. Le juge d'instruction maintient l'incarcération, le temps d'épuiser ses jours de vacances. Face aux lourds passifs racistes et de corrections impunies contre les Noirs de Mauritanie, notamment les descendants d'esclaves, un réseau international de solidarité s'organise et ramifie pour obtenir la libération d'un élu du peuple et la réhabilitation dans ses droits par des conférences de presse et des réunions d'information comparables à la présente. Il s'agit de cultiver et rehausser le sens de l'engagement universaliste, sans lequel notre espèce se douciderait dans l'administré, au gouvernant. La foi de la vérité, qui est l'argument de la loi et la religion des justes. Nous voulons, grâce à votre parole, à vos plumes, partager en Côte d'Ivoire et ailleurs le combat d'un homme indigné, afin que cesse le racisme et le privilège de naissance en Mauritanie. La Mauritanie, à majorité noire et sous domination ethno-tribale, représente un théâtre des opérations qui doit vous rester familier, celui de l'Africain subsaharien qui se lève, secoue les chaînes de l'oppression et prétend au pouvoir. Le succès de cette entreprise d'émancipation est inscrit dans la fatalité de l'histoire. Sachons l'accélérer. Merci d'être venu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. رانا مرحبين بالجميع، مرحبين بجميع الاخوه الجاليه الموريتانيه الايرانيه في كوت ديفوار، مرحبين بجميع الايرانيين والايرانيات، الناس كامله اللي تبغي العداله والمساواه، جميع الشعب الموريتاني. رانا مرحبين ايضا بالصحافه، لي جورناليست، الصحافه العاجيه معنا، مرحبين بلا ديليغاسيون، الحقوقيين والمدنيين العاجيين اللي حضروا معنا للمؤتمر من اجل معازره الرئيس والزعيم بيرام وليدا والعبيدي. قصتكم كاملة رأي ما يفيدتكم. بيرام الحكومة الموريتانية، النظام اللي تعرفه نظام عبد العزيز، ظالم الرئيس الحركة الميثاقية إيران، ظلما وعدوانا بدون مبرر. واليوم المكتب الإيراني برئاسة مصطفى نزيه بلال معاصر ومطالب بإطلاق السراح الرئيس والزعيم بيرام داوود العبيدي. على كل حال، من حق الجميع يعرف أن القضية ما هي خاصة ببيرام ولا هي خاصة بمصطفى نزيه بلال ولا هي خاصة بأعضاء المكتب التنفيذي العراقي. القضية قضية الجميع. الظلم اللي متعرضين له الموريتانيين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية متعرض له الجميع، ما هو خاص بحد أحد. معناتها من حقنا كاملين كمناضلين كأعضاء المكتب موجودة في كوت ديفوار، نوفوا كاملة ضد الظلم ولا نقبل ولم يعود مستمر. ذاك السبب اليوم اللي عطينا المؤتمر بحضور صحفي عاجل جزاهم الله خير من اجل الرسالة اللي توصل العالم كله، لان المكتب الايراني مطالب باطلاق سراح رئيس بيرام داوود العبيدي فورا.
بدون شر. والكلام راهو ديارتو ومثلت نساء غراوية ورئيس مستوى ليزيبيا. على كل حال انا شاكر جميع الحضور وراجل على رسالة الدكتور وراجل ملي على نتحدوا مع جميع شعب موريتاني من اجل هاد الحقوق اللي نصحوا لها. الامور كانت كلها حقنات واضحة للجميع. اليوم اللي واقع موريتاني ما هو خافي حد. ما هو خافي حد. دكتور حق الجميع ينتبه للنضال وينتبه مولي للمدرسة النضالية. الفكر السلمي. نحن ما عندنا غير موريتاني. موريتاني ما عندنا غير ابناء. ما عندنا غير موريتاني وموريتاني ما عندنا غير ابناء. هكذا على كل حال انا شاكر للجميع على الحضور مرحبين بالجميع ربي يبارك. شاكر لكم جزيل الشكر على حضوركم في المؤتمر اليوم. نجد مطالبه باطلاق سراح الزعيم بلال الدعبيد. كلمات عرض كاملين على ان بلال ولد الداهمي العبيدي نحبس ظلما وعدوانا. نحبس ظلما وعدوانا. النظام الساعة اللي جاء من نظام محمد العبد العزيز وطايق بلال. على كل حال ما نختلف ونطول عليكم يا غيري نختار نوصلكم بعض كاملين في كلمات عرض كاملين على ان حبس برامه ما على خاص المعدل ولا على شيء قالوا تعرفوا كاملين برامه جميع فيديوهات وجميع قاعد الكامل يوصيكم باش السلم ودي الناس اللي قطت ذاك النهار كامله شفتوها قطت شفتوا دمها سال وكل شيء واحد لو دمقت هي ما لقى حد رابط حجره ولا لقى حد رابط موس ولا لقى حد قال كلمه خاسره لانهم بس ماشي مطالبين باطلاق السراع برام قدام العبيد. ونختار ما اللي نقول النظام الموريتاني لان احنا مستعدين وواصلين بالمسيرات ان شاء الله ما دام برام الحبس يندوركم وكل نهار المشلومية لا فرق المشلومية لا ما ننمشي بالدبابيس ولا الحجار ولا ننمشيهم اللي عندنا عدد خاسر يا غير زاد ما داموا في الحبس ما مانا قاعدين ندوركم ماصي. وشكرا جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين والصلاة والسلام على نبيه ما نبينا بعده. Chers frères et sœurs, chers compagnons de lutte pour l'égalité, la liberté et la justice, nous vous saluons tous et vous remercions pour votre présence et surtout les journalistes et les jeunes Ivoiriens qui nous accompagnent dans cette situation. Nous vous faisons part Et nous faisons part du monde entier de ce qui se passe dans notre pays. Car il n'y a pas longtemps, le 8 octobre 2018, des manifestants d'Ira, Mauritanie, pacifiquement manifestés, ont été malmenés par le gouvernement mauritanien. Nous ne voulons plus de cette injustice, de cette inégalité, de ce racisme dans notre pays. Ils ont manifesté pour la libération de leur leader, M. Biramedda Abid, qui a été élu
qui a été élu député causant de coups et blessures aux manifestants qui ne manifestaient que paisiblement pour déclarer la liberté de leur candidat et leur président. Nous, jeunes Mauritaniens, dira Mauritanie-Côte d'Ivoire, nous condamnons tous ces actes de barbarie qui ont été pervertis sur nos frères et nos sœurs, et nos mères et nos mamans en Mauritanie. Nous condamnons fort et nous ne voulons plus de ces injustices, de ce racisme et de ces inégalités dans nos pays. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. السلام عليكم إني أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله أول واجب والله إني أقسم بالله وبإلهكم لن شاكركم شكرا جزيلا رجال ونساء شيوخ وصبيان ورانا مطالبين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية بما يخص بإطلاق صراح الزعيم برامو ولداه العبيدي طالبان شرقا وقربا وشمالا وجنوب والحد اللافطل يسوع ذاك هو الحد ذاك هو الحد بالنقطة الأساسية الحل ما هو في حكيمه لا قدر من التحايل ولا يشتغل الرفقة تطلقها الله صاحبة الحل اللافطل يسوع برامو ذاك هو الحل برلماني منتخب رئيس منتخب ظلم الشمن المجرمين والمعامرات وعدل لكي تعطي لكي تبطي الأعمال ولا ما يبطل أعماله هذا لا يوم بعد يوم والنضال مستمر إلى النهاية هو النضال سلمي ما فيه دبوس ولا فيه عمارة ولا فيه مدفع ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه خلق كريم من مولانا كارين بها مولانا ولا ينشحوها إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا الحكم العسكري يتخبط اليوم مطالبين به الوطن وطننا الدولة ما ينقالها الدولة الجمهورية التورثية ما فم رقاش مخليها لأبوه ولا فم رقاش جايف أبوه موسيقى ولا فم رقاش مخليها لأبوه تريكة الجمهورية جمهورية إسلامية وجمهوريتنا كاملين ووطننا وطننا كاملين وعزيزنا إليه احنا ما أنا من الناس اللي تجر الشر ولا أنا من الناس العنصرية ولا أنا من الناس المتزمتة ولا أنا من الناس المتسلطة احنا عندنا شيء قالوا التسلط حق منانا الحقيقة هي اللي نتكلموا بها ونتكلموا ندافع عن المظلومين والمحرومين والمظلومين والمحرومين لا نشوف أكثريتهم في الشعب الموريتاني شنو جنوس حراضين بربر خدمان شنو هم احنا نتكلم عن شيء قالوا الدفاع عن الحق الإنسانية وحق الوطنية الإنسان ما يقعد مهمش في وطنه كضيف ما هنا من الثمانية وسبعين شو من الصنادرة قبل موريتانيا وعاد يتلاطمها بينهم عدلها الكرة هي ما يتركها مخليتها مخليها لمباتهم وكلهم يبغاها يمضمنها منطقته موريتاني موريتاني هم ذاك لا يقولوا لهم انه الكذب ذاك واحد ذاك الكذب والنظام مستمر واليوم مطالبين بطرس الزعيم برام الرئيس البرلماني المنتخب الراحة لا بطرس برام الراحة لا بطرس برام الراحة لا بطرس برام والنظام مستمر الراحة لا بطرس والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى قرامنا محيي جميع الإرويين والإرويات ومحيي الصحابي أبي جاه اللي حضرتنا له ومحيي الحقوقيين قرامنا من الدين ومطالبين بإطلاق صراح الزعيم البرلماني برام الداه عبي ورانا من الدين باللي وقع في الحركة
في الجامعة هذه اللي وقفت حركة ما هي ضربة حد ولا هي قايلة كلمة خاسرة الحد ولا هي العدلان وشي اللابس لابع لأنها مطالبة بطلع الصراح زعيمها تعود في أرض موريتانيا وفي وطنها وفي أرض الجمهورية الإسلامية الموريتانية يعود يسيل فيها دم المواطنين بسمية إنه معاش بسمية إنه محراطين بسمية إنه مهمشين بسمية إنه مغلمة بسمية إنه مسخف بيهم بسمية إنه محكمة بروس الأصبع وهذا إحنا ما ترينا قابلينه ولا ترينا راضين به لأننا كنا راضين به ما ترينا راضين به موريتاني للجميع موريتاني الإحراطين موريتاني للبيضان موريتاني الإخوة موريتاني للجميع ما يحد عن حد لنا كان نتوافق عليها لا بكلمة الحق ولا بشيء فيه المصالح الموريتاني واليوم ما ترينا قابلين موريتاني علينا تعود لفئة خاصة محال موريتاني للجميع والسلام عليكم ورحمة الله الصادقين وقودوا كلهم يمثل نفسه إن شاء الله وقودوا لأن عندهم صادقين فيه ويقودوا هو لدمي خيار ما يجي يقود هو نفسه يمثل نفسه ويقود واقف قدام قضيته بجدية وبصراحة ما اللي ما هم يقود أسماء أمام الجمهور يتظهر بأنه قضيته وفي في 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 الوراء يقود ما ناصب عليه القضية قضيتنا كاملة يا الله نقودوا ناصب لنفسنا بجدية ونقودوا حماسيين فيها ونقود الجملة والماشي السياني ونقود قال يا الله ونقود قضيته قابضها بجدية وقابضها بأنه لا بد من يرفع الظلم عن دولته عن دولته المهمش فيها المعبد فيها اللي محروم فيها الحق حق حتى حق الكلام وحق التعبير وحق المظاهرة السلمية ممنوع عليه إذا تنديد لأن يوم الجماعة عدلوا فيه مظاهرات السلمية الناس ما قامتهم لا عدلت لهم أي شيء يوم الأثنين وعدلت فيه مظاهرة قمعت وانضربت وخلق فيها قتل وخلق فيها التجريح وخلق فيها كل شيء رانا نندد بذلك ولأننا قابلين إن موريتانيا كاملين يا الله نؤذوا فيها حريين كاملين وفيها عندنا فيها المساواة كاملين نؤذوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الكرام الأباض أنا شايفينكم كاملين شكرا جزيلا وإن قال لا شكرا على واجب على البعض أن الواجب يستوجب الشكر وما أريد أن أضيف على أن النضال قضية لا هي بسيطة لا هي قضية سريعة لا هي قضية لدينا خاصة هذا النضال السلمي اللي وصل عليه الزعيم يا الله هو يصبه ويعرفون من دور التقى وياسر لأن طريق النضال لكن طريق الأنبياء طرق شائكة معقدة بأياس من الأمور اللي ما هي هي الأخلاق لا بد لها من الصبر لا بد لها من المثابرة لا بد لها من الصمود أمام الإغراءات وأمام الأعداء أعداء الإنس والجن وأنا نختار نعطيكم هون شروح حول قضية ملابسات اعتقال الرئيس بلال الداه عبيد بك الله ونسره ودام بقاه الرئيس بلال الداه عبيد جاء هذاك الصحفي اللي قالوا عبد الله ولد الداه والله ذا الداه ولد عبد الله وقال عنه مشين قنوات لا يعدل معاه مقابله والله لا يعدل معاه وثائقي على خاضي قنوات دولية يبقوا أخبار الرئيس بلال وعليهم الشاولات الراجب من يجابر عن الرئيس ويعدل هناك وثائقي وجا الصحفي هذا الرئيس بلال واستقبله في داره استقبال عظيم وفرح به واستدعاه المناضلين واكرموا وفاته ولا بقى شيء صالح ما عدلوا له وعدل معاه المقابلة بينما الصحفي كانت عنده رواية أخرى وعنده مهمة ثانية مكلفته بها المخابرات الموريتانية على أنه يشوه هذا الرئيس يشوه صورة الرئيس
ويشوه ذاك الاتفاق وذاك الحلف اللي عدلت حركة إيران مع حزب الصواب. إذن جاء بأوامر وبأمور جوسسة من أجل إلحاق الضرر بالتحالف اللي خلق بين حركة إيران المجيدة وإخواننا الأنصار اللي هم جماعة الصواب، لأن نحن المهاجرين، إحنا مهجرين في وطننا، إحنا ممنوعين من ترخيص حركة إيران، ممنوعة من ترخيص باسم منظمة حركة إيران، وممنوعين أمال من ترخيص الحزب من الجناحنا السياسي، متنع من الترخيص. إذا أصبحنا لابد أننا من حلف وجبرنا إخواننا ونعمل إخواننا في الصواب، وشاكرينهم شكرا جزيلا على 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 النصرة وعلى ذاك اللي عدلوا لنا كامل مشي، نرجو أن يجعله الله في ميزان حسناتنا. إذا الصحابي اللي جاء للرئيس بلال وعدل معاه المقابلة، كان الصحابي عنده أهداف أخرى. من الأهداف إن خالقين أشخاص معروفين بعدائهم للرئيس بلال الداعبي ومعروفين بحقدهم على حركة إيران، واحد منهم معروف بالعنصرية للإحراقي قاطبة اللي هو اللي قال داود بن أحمد عيشة، والآخر إبراهيم والرمان اللي معروف بعلنه منشق من حركة إيران، كان شخصية فيها وانشق منها، يقال لا مازال كذا اللي يقولون له علم النفس لحد مشى حشاكل عن مرأة ما يبقى يمشي عنها، وقابلوا الهذيان وقابلوا المرايات ولا يبحر فرصة يتهجم بها على حركة إيران. إذا هؤلاء الأشخاص الاثنين كانوا مبركين من الجواسيس ياكذش المقابلة في عدل مع الرئيس يمكنهما من هياك يشوه سمعة الرئيس، واللي ممكن شاف الفيلم يدور يشوف ذاك اللي يتحاملوا به. إبراهيم قال حركة إيران هي فرقة 2013 ولا تات خارجة، وذاك بعد يكذب الواقع لا وجودكم أنتم هون اليوم. هذا الكم الهائل من الناس اليوم في, 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 في مكتب حركة إيران في ساحل العاش يثبت على أن اللي قال إبراهيم ما هو حق، ويثبت على أن اللي قال مولي الجاسوس ما هو حق، وذا اللي قال مولي داود بن أحمد عيشة ما هو حق. بهم اللي قالوا عن حركة إيران أنها مادة ما عندها قاعدة ولا عندها شيء مطلقة منه، وعندها اللالة حتى حامل على الناس والسب والشتم، وذاك بعد ثبت انه ما هو حق. رانا كذلك معتذرين، رفعنا صوتنا حتى لان المطر اللي يمكن انه جد اضطرنا له. اساسا الجماعه هذه الجواسيس اللي كانوا باركين اللي ممشين للراجل، والجواسيس كذلك اللي تهجموا على رئيسنا في الوثائقي، هذه هي كانت الرساله. يعني اكتملت الصوره، اكتملت الصوره في زياره الصحابي للرئيس ونقلوا الصوره بصفه بشعه اللي اعطاه هو جاي ليعدل وثائقي مع الرئيس عن حاضر، وتكلم له عن قضيه التحالف ورجع لاشرطه قديمه ورجع لشمل الامور يركبها ايام المحرقه، وعدل شمل التركيب وشمل التلاعب بالصوت، وخر الصوره يا تعود الصوره اللي تنال تزكيه واللي هي مراد الجماعه اللي مشيته اللي هي الجناح الامني جناح المخابرات. وكذلك جبروا جماعه المتحامين الحاقده للرئيس بلال، جبروا زادهم قايتهم وجبروا فرصتهم وتنادوا على انهم راهم جبروا روايه مثلا تخول لهم الهجوم على الرئيس بلال وتهجموا عليه. هذه هي القضيه اللي دفعت بها السلطات ابان اعتقاد الرئيس بلال، على ان في شكايه من الصحفي قال عن الرئيس انه هدته والله انه قال له كلام خاسر والله شيء. يا غير واقع الاعتقال لين نرجعوا له ونخلصوه نجبروه يتنافى ويكذب ويضحك تماما القصه اللي واضحه. اولا الصحافي في كلامه قال عنه لين اشكال القاضي من قاضي التحقيق قالوا بعلنهم هما ذي الفتره ما يقدروا يدخلوا فيها مشادات مع السياسيين ولا يقدروا يقوموا باعتقالات لان الفتره غير مواتيه. وقالوا له على القضية أنها قضية عادية ما هي قاع قضية أكبر من قدها وأنها أمور تخلق يومية، هذا كلامه هو. عقب ذلك فيما كان الرئيس ينتظر أنه يتوصل بالوصف اللي هو ترخيص له الترشح، جاته الشرطة واعتقلته. وملابسات الاعتقال هم اللي تدل على أنه ما هو اعتقال، احنا شفنا المجرمين يعتقلوا، شفنا القتلة يعتقلوا، شفنا اللصوص يعتقلوا، ما فيهم حد قاطع يعتقل يمنع من زوجته. ولا في حد قطع يعتقل يمتنع من اقرب المقربين اللي يزوره، ولا في حد قطع يعتقل شخصيه كيف الرئيس بلال تهان تعذب نفسيا تندار في غرفه ضيقه غرفه قذره
يعود ممنوع من حقوقه كاملة، وعاد بذلك ينقال له على أنها شكاية من الصحفي وعليه عامل المعاملات مثل عمل المحامي. ولين جاب القاضي ونحال للسجن ورجع قال له عني عدل صلح مع القاضي مع 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 المحامي، كأن المحامي اللي عدل هو ما في مشكلة. يقال إن الرئيس عادل اللي تكلم ولا عادل اللي قال شيء إن هذه جريمة يجب إنه يعتذر عنها. هذه هي ملابسات وكل حد يعرف عنها حقيقة، لأنها ما هي قضية شكاية من صحفي من الرئيس، الناس كاملة تعرف عنها قضية ذات أبعاد سياسية والهدف منها مولي معروف، لأن الرئيس عبد العزيز من سنة 2014 إلى ظهرت له قوة حركة إيران، وظهرت له جماهيرية حركة إيران، وظهرت له شعبية حركة إيران، أصبح لابد له من يزيح والله يمنع والله يقف حائلا بين الرئيس بلام الداه واللعبين والجماهير. يعني الهدف ان الرئيس بيرام ما يخلى يلتقى بالجماهير، يعني ما يرى يعود فيه تماس بين حركة إيران والجماهير. وذنب اللي ثبت انه طبخة لم تؤتي وكلها، والله والله النية والله والله الهدف بيه للرئيس بيرام فروم منه وضيق عليه فروم من المضايقات اللي وعدلت حركة إيران والحليفنا حزب الصواب متنح وعدتنا المضايقات المالية للرجال الأعمال جاهم التهديد انهم يلين يمولوا حركة إيران، انهم دوروا يتعرضوا للمضايقات ويتعرضوا للضرائب ويتعرضوا للمشاكل. وكذلك متنعنا من خطاب الرئيس برام اللي معروف عنه خطاب عنده جماهيريته وتتلقط الناس وتبقيه، متنعنا منه. ومتنعنا كذلك من 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 من, من ياسم الامور حتى انه وحرم على جماهيرنا التحرك بحريه كباقي الناس، متنعنا من التغطيه الاعلاميه، احنا ما كانت عندنا تغطيه اعلاميه في الداخل وفي المدن الداخل وكذلك في نواكشوط، هذا لم يؤتي وكله. وانتصرنا وانتصرت وهزمنا احزاب قويه، احزاب كانت مواسيانا هي الالفا والاوميجا، احزاب مواسيانا هي البدايه والنهايه، تمكننا من هزيمتها وثبتنا وثبت للناس كاملة ان حركة إيران انها حركة جماهيرية قوية، وان حزب الصواب كذلك حلفوا مع حركة إيران انه ما كان خطأ وانها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح. اذا هذه هي الامور اللي كنا نوضح لكم، ان الرئيس بلام اليوم بفضل جهودكم كاملة وجهود المناضلين في الداخل وفي الخارج استطاع انه يصل للبرلمان الموريتاني بالرغم من الاعتقال ومن المضايقات ومن اللي قلت نتعرضنا له كامل، اصبح برلماني بفضل جهودكم وتضحياتكم. واللي عندنا من شيء نقول لكم ان رانا شاكرين للمناضلين الميدانيين وشاكرين للمناضلين الذين لا يملون ولا يكلون في نواكشوط، ومعاسرين ومتضامنين مع اخوتنا اللي اعترضوا للاعتقال وتعرضوا للضرب والسحب. وتحيه خاصه لام الحراطين ام العبيد ليلى بنت احمد الخليفه زوجة الرئيس، وتحية عبد الله أبو جر، وتحية للمناضلين كاملين اللي تعرضوا لأخبار من الاعتقالات والمضايقات والهموم اللي تعرفوا كاملين. وأنا شاكريكم شكرا جزيلا، واللي منكم عنده مداخلة يتفضل، المجال مفتوح ومستنتي لكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. عن وضعيته الصحية ووضعيته كيف المعاملات وقت الزيارة، جاك وهو مازال مضايق من ناحية المنطقة اللي هو فيه، وجاك مازال مسؤول للناس اللي يزوروا في التسجيل تعدل الزيارة. هذا هو السؤال. شكرا. شكرا جزيلا. المدير سأل عن ظروف اعتقال الرئيس برام الداه عبيد، شنو حالته في المعتقل، ويكان يتمتع بجميع حقوقه والله يكان ما يتمتع بجميع حقوقه. الحمد لله الرئيس في آخر المرحلة اللي جاء للسجن المدني في نواكشوط ظروف تحسنت شيئا ما، الزيارات هي اللي مازالت فيها مشكلة شوي، لأن شخصية كالرئيس برام شخصية وطنية هامة وفيه ياسر من الناس يختار يزوره، يقال المسموح به العدد المسموح به ما يرقى المستوى حجم شخصية كالرئيس. والحمد لله حالته قاعد تبارك الله المعتقل ما يعاد بعليه، السجن قاع الناس كاملة تعرف عنه، حد يسمع بعض كلماته هو ذوك الخالد اللي خلدنا يعرف عنه، ما هو إنسان يتأثر بالسجن ولا هو خايف منه.
لأن حالته النفسية مرتفعة جدا، وهو أسعد أيامه قاعد يقول لي دائما إنه ملا أيامه في السجن ما عنده مشكلة، والحمد لله صحته الحمد لله جيدة ما عنده مشكلة. وشكرا جزيلا. شكرا. رمضان موضوع شاكر للنشر طارق السوعات. شوف النصوحة اللي نروح لها تساءلنا بصير موضوع عندنا تراحم وتكاتف لكي يقدم لنا السير، نعود باذن الله ان شاء الله تعالى حق هذا الرشد راجل من السيد الرئيس وزير مصطفى بلال يعني يعطينا في نصوحة ايجابية قدم لنا السير للسعودية عندنا. شكرا. جزيلا سأل عن النصوحة اللي تقدم حالا في مجال النضال، شنو النصوحة اللي تقدم للمناضلين من أجل النهوض بالنضال ومن أجل تقدم وتحقيق أهدافه. احنا ما عندنا من شي لا نقوله ما ذاك اللي قال الزعيم الرئيس النائب برمدة والعبيد والصانع عليه النضال النضال والنضال والنضال يا غير النضال السلمي. احنا حالا عندنا لا النضال السلمي والنضال السلمي، النضال منه يرمع دليل حالة والنضال منه التحسيس واقع موريتاني الحقيقي، ما هو ذاك الواقع المصور ولا هو ذاك الواقع اللي في نفوس وحدين يبقوا يصوروا موريتاني على انها دولة انها جنة، يبقوا يصوروا موريتاني على انها دولة ما فيها ظلم وعلى انها دولة تعمل بالدين وعلى انها، وهذا يتنافى مع الواقع وحقيقة موريتاني اللي تعرف يعرف كل حد يعرف موريتاني عن موريتاني انها دولة تنمو فيها القبيلة وتقوى فيها وتغذي النظام، لأن النظام من القبيلة وإليها والقبيلة من النظام وإليه. إذن إحنا عندنا لا النضال السلمي ومن النضال كما ذكرت التحسيس بواقع موريتاني اللي هو واقع ظالم لهذه الناس السود بصفة عامة والحراطين بصفة خاصة. حراطين موريتاني ما عندهم حقوقهم كأغلبية من الشعب الموريتاني، لأن الحراطين موريتاني قلناها ونقولوها ونعلوها ومتحدين أي إحصاء نزيه عادل ما يجيب الحراطين موريتاني مثله أكثر من 50% وحدهم من دون الزنوج ومن دون حد ثاني حراطين موريتاني. وعلى هذه الأغلبية لا بد أن نعطى لها مكافأة بحجمها. وحدين يقولون أن إحنا ما ندور المحاصصة موريتاني. أيوة تو ما ندور محاصصة، شو الدور؟ دورها محاوصة. إحنا ما علينا حقوقنا بالمحاصصة، إحنا ما علينا حقوقنا بغير المحاصصة، إحنا حقوقنا راح ندورهم باش. تقعد لنا حكومة من 30 وزير وما نشوف فيها ذواتنا، نشوف فيها حرطاني ولا حرطاني، وفي الغالب الأعم يعودوا حراطين ما يمثلوا حراطين. التعيين في موريتانيا للحراطين يعدل على أساس أولاً لا بد للحرطاني، يعود حرطاني مو مباطح، يعود حرطاني حرطاني مو نظام معنى الكلمة، يؤدي رسالة النظام ويعود نسخة طبق الأصل من النظام. ولا بد أن يعود اللي في الغالب الأعم حرطاني ينتمى القبيلة من القبائل اللي معروفة بولائها للنظام. إذا نحن ما عندنا ما هو النضال والنضال السلمي اللي قابلنا واللي وصلنا إليه الزعيم اللي نوصلوا رسالتنا. إذا نوصيكم عليه النضال والتحسيس، تحسوا إخوانكم كاملين في الأرياف وفي البوادي وفي المدن وفي الولايات، تحسوهم بذي الظروف اللي يعيش الرئيس وبمعتقل الظالم، وتطولهم الصورة الحقيقية عن إيران، ما يديك الصورة اللي روج للنظام اللي روج بها إيران حركة من الهمج والله، حركة من شباب همجي، حركة من شباب أغلبيته من جين كاف وأغلبيته من الناس الجاهل وأغلبيته من الناس الطايشة. إحنا مد كنت اللي وصفنا به معروفين إن ما قد كبينا مويا الحد ولا قد شقينا ذراعة حد ولا قد كنا في بيت حد ولا قد كنا شي خاسر الحد، والشرطة لا عدلت إن ما قد عدلتوا الحد يا غير ما قد ردينا عليها ولا قد عدلنا في شيء. وهذا هو نقدم وصفكم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. والصلاة والسلام على رسول الله. مبدئيا نشكر جميع العراويين حضورهم. والسؤال هو شنو هي علاقة الحراطين بالقبيلة؟ بما أن هناك كثير من الشباب ما يسامح حضورهم يحضر، هناك كثير من الشباب مثل الزرق ما ساعدوا يجي، ما زالت عندهم علاقة بالقبيلة، شنو هي علاقة الشباب الحراطين بالقبيلة؟ السائل الذي سأل عن علاقة الحراطين بالقبيلة، احنا بتنا قلنا ولاهي نقولوا ما زلنا ان شاء الله ندور نقولوا عن علاقة الحرطاني بالقبيلة
لاكيت علاقة الحمار براكبه، لا علاقة الحمار بذاك اللي مصمر فيه ويسكر. ما بمشي أحسن من هذا. القبيلة فعلا تقول الأحراطين على أنهم من القبيلة، يقال القبيلة بمفهومها أصلا ورسالة القبيلة ودور القبيلة اللي تلعب. القبيلة أصلا تحمي أولادها، القبيلة أصلا إلى أن ظلم حد من أولادها تقوم له، ولا اعتدى عليه حتى في زعله، ولا عدى رجلية تقوم له، ويا الله تعود تحميه من الظلم وتحميه من القهر وتحميه من كل شيء. يقال بعد احنا الحراطين اللي عبدنا لها القبيلة، واللي كان رابط أماتنا وأباتنا يلفت إلى أدبارهم لها القبيلة. القبيلة ما قطعت تنوجعنا ولا قطعت تحمينا ولا قطعت تبغضنا. وأنا كنت أعطيتكم أمثلة أقرب كاع من القبيلة. خالد نبه يقول عن قل العبد الله من عربي. وأنا كنت قلت لكم إني متحدي حد لا في ساحل العاج ولا في أوروبا ولا في موريتانيا. لوني من اللي قطعت قلت موريتانيا عاد لي حرطاني قط مبلغ به اللي عربي رئيس. احنا شفنا المختار والدادة دور حد يسمي لي حرطاني مبلغ به اللي الرئيس والمختار والدادة كان رئيس. شفنا محمد خونة والهدالة دور حد يقول أنا عرب حرطاني محمد خونة الهدالة كان مبلوغ لأن عربي محمد خونة كان رئيس. شفنا معاوية وسيد أحمد الطايع مضى 20 سنة حاكم، ما فيكم حد يقول حي يسمينا حرطاني عربي معاوية. ما يقد يعرف محمد عبد العزيز هذا اللي راعي حالة نفوذه فيها الأهل أولاد عمه حليل حد يسميني حرطاني قوة لأنه عبد. والله كان أصلا عبد، والله كان غير يقولوا متوليت والله من علاقته والله من أهل والله. والعبد العزيز ما يخالقه لأن الحراطين على البيضان، البيضان والحراطين فطنوا الاستعباديين يسفوا والله الكبر والله الناس كاملة اللي عنده العبيد علاقتها بالعبيد لا على ان العبد لا شيء ذيك الشيات. الحرطاني لا شيء ذيك الامتعه وشيء ذيك الملك وذيك الانعام اللي عندهم هكذا. ما عندهم علاقه ان احنا القبيله هذا الحرطاني يلا نعتز به. شفت لنا اجتماع اليوم عاد معدلته قبيله يعود الحراطين هم اللي يشول الحم. هذا ما يقدر حد يزايد لك حد يقول انه كذب. هذا الاجتماع لو عاد معدلته قبيله يوم يعود الحرطانيات هم اللي يواردوا الماء، عود الحرطانيات هم اللي قسموا الزمن، عود الحرطانيات هم اللي قالوا الوتاء. ما يقدر حد يزايد لي فيه، ما يقدر حد يقول انه كذب. وحتى اذا خلقت مناسبه في القبيله اللي لا يعدل الاعمال الركيكه لا الحرطانيات هم لا يجيبوا الحطب هم لا يجيبوا الماء هم لا يعدلوا كسكس، والحراطين هم لا يذبحوا وهم لا يسرخوا ولا يخز بهم. فلان انت تبارك الله ريحتك عجلانه مسقوله، فلان انت شيك زين، فلان انت سكسك زين. هذا ولا يعرف الحراطين بالقبيله. قال ما فهم عز ولا فهم رفعه ولا فهم شيء. اليوم عندنا البيضاء رجال اعمال ونافذين ووزراء، وين هم حراطين؟ وين هما؟ الحرطاني فخري الوزير لا جاي لازم قنيط بالي لازم الدريع عفاف السخر. قال ما يقولوا شدي ولادك الشقات منك عنكم خارقه قضيه. اليوم في موريتانيا الناس ياسر منها ما يعرفوا. احنا اليوم عندنا مشكله منين تخلصوا حالا التعيين في موريتانيا يخلق اللام البيضاء واللام الناس اللي عندها اغراء طويله في النظام. انا كنت اقول لكم من القضيه ما ليش ما عم عدلين البيضاء. البيضاء ما هم مجمعين بالمعنى الضيق على انهم يقصوا الحراطي. يقال الواقع افرض على الحراطين يقصوا لان جميع الملفات المطروحه جميع الملفات المطروحه ما دام التعيين في الناحيه واحده كذلك الملفات المطروحه لا من ذيك الناحيه عليهم التعيين يعود اوتوماتيكمان من ذيك الناس اللي ذكيه. هذا كان يكتبكم فهمتوا ولا ما فهمتوا. عندكم اليوم اللي تعين 20 ضابط والله 30 ضابط يلا تفهموا على الملفات اللي مطروحه اصلا الا ذيك الناس اللي يعين منهم. لان الحراطين ما مجابين حد قاعد يطرح ملفاتهم، والملفات لا بالوساطه ما عندها يتوسط لهم. والله من اللي بنفلوا بالرشوه الحراطين قاعد ما عندهم شرع شيء يبيع حد. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اذا هذه المتلازمات هي اللي جعلت الحراطين يترسخ فيهم الاقصاء. اذا اياك ما نبعد حتى ونرجع للسؤال ان علاقه الحراطين بالقبيله لا علاقه مصلحه. القبيله لا مصلحه بالحراطين. حتى اخواننا المناضلين اليوم اللي ما يقدروا يجوا الاجتماعات لان القبيله القوميات يقولوا لهم ما يعطيك كيسيرا واحنا هذا نمثل كذا ولا يعطيك عود في النظام هذا لا يخزوا بهم. ايوا انتم قاع احنا قاع انضمينا لكم انتم عدنا معاكم. ايوا الصبح شريت اعطونا يلين يجي بعد هون انسان مسؤول القبيله والي والله حاكم والله وزير الحراطين بعد لا يشوفوا لا من قبل ولا شاف الله لا يشوفوا هذا لا من قبل ولا طلعت عين من الحراطين لا يعلموا به تفرش منهم قاعد لا يعلم به. وتخلصوا لك حالهم سرطان في القبائل من كل قبيله فيها نافذ والله نافذه يخزوا بها من كل قبيله في قبائل الشرق في قبائل القبله والساحل فيها شخصيات وفي الغالب لا عم قطعه ولاد وقطعه كواد وقطعه وزراء.
دورهم شنو؟ عندهم نفوذ يمارسوه للقبيلة على انهم اعيان القبيلة، والدور اللي يقوموا فيه دور الله في مصلحة القبيلة، والقبيلة تنقال الله للبيضان والنافذين والناس المستفيدين من القبيلة. وهذا قلت واحد يقول انه كلام خاصي وكلام تحريضي وكلام منافي للحقيقة، يا غير بعد نروح الدنيا في يثبت لنا العكس. احنا قلنا عن القبيلة ونبوع على الله للبيضان، ترى حد يقول لنا العكس اللي حط شنو ونبوع القبيلة على الاحراطي، ونقول لكم ان بلا من ملي لو عاد بيضاني ما يعود اليوم لمعتقل، ولا تعود زوجته حليلكم تنعتوا لزوج سياسي قطوا سيف في الشرطه ولا قط بطته ولا قط جرجلته في الشوارع، دوركم تنعتوا لي والله تنعتوا لي شخصيه كبيره ما معتقله في النهار لا يتعطيت فيه، وقبيله بلا ما وين ما لها ما تقول ما لها ما يشوفوا الروح يشوفوا كل يشتموا الحياه ويمدوهم ويقولوا احنا قبيله ولدنا لا نسجن. هذا بعد شفناه في السياسي خلينا نشوفناه في الناس الاخرى. اذا انكم حد لا يزايد لكم هذا يقول لكم القبيله فايده الحراطي وين هي؟ ندور الشمال موس ما ندور البلاد ولا ندور الاساطير ما ريناهم. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. نبغي نطرح سؤال، لان الاحراطي لان موريتاني هي كم قبيله وهي كم الشيخ حرطاني واحده من القبائل؟ نحتاج نعرف السؤال. هي كان موريتاني كره الوطن موريتانيا كان فيها لا حرطاني واحد شيخ قبيله. منين نفهم ان حرطاني واحد شيخ قبيله؟ شكرا جزيلا. الاخ سال ممثل حركه ايرا في ولايه بواكا مدينه تيبيسو سال كان في حرطاني رئيس قبيله، عرف انه اضافه اللي كنا واحدين فيه. بالنسبه لي انا حسب علمي ماني عالم قبيله، يا غير قط قال لي حد على البيج على انه رئيس القبيله اللي هو ينتمى لها. انا شخصيا ما نعرف، يا غير نعرف عن حد قط عاد وزير كي بيج يقد لا يعود رئيس القبيله لانه عاد فيه فائده قد تعود ما هي موجوده بالاشخاص الاخرين، وقلت القبيله قد هي تستفاد منها. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. هذه واحدة من روائع الشيخ نشيد اللي كان هدية لحركة إيراء المجيدة وزعيمها المفدى برام الداع بيت تحت عنوان ترانيم الصوالح. حرطاني كانت عيبة تنقال من باب الغيبة وتعود مسبة وشيبة وتعير فيه الوقاحة، ميراث من دهر السيبة مفروض ما منه راحة، مقبول كيف المصيبة مكروهة فيه النواحة. حرطاني كانت سيفة كانت عيبة تنقال من باب الغيبة وتعود مسبة وشيبة وتعير فيه الوقاحة. واليوم رجعت هيبتنا وبلا جميل ودرجتنا، من يوم باطل حرقتنا الكتوب مرجع الفضاحة، ويوم ظهرت زعمتنا، ويوم قلنا بصراحة محال تخلط شيعتنا افتغلال حبتنا تماحة، ومحال تنيع عصبتنا ومحال نرجع بساحة. حرطاني كانت عيبة تنقال من باب الغيبة وتعود مسبة وشيبة وتعير فيه الوقاحة، ومحال نسكت تلينا عن حق مشروع تلينا، ومحال نسكت تلينا عن حق مشروع تلينا، ومحال نسكت بينا ومحال نمر بالساحة، محال نسكت تلينا عن حق مشروع تلينا ومحال نسكت بينا ومحال نمر بالساحة. نضال سلمي فيدينا عراش زيتون انتاحة. حرطاني كانت عيبة تنقال من باب الغيبة وتعود مسبة وشيبة وتعير فيه الوقاحة، ولا فيه مدة سبقتنا بعداد السجانة فتنا، ولا فيه مدة عقبتنا وقات عنا في الساحة، ولا قط مدة خبرتنا ما جات فيها الفضاحة، ولا قط مدة خفرت خانتنا ما جات العرب هك ساحة، ولا قط رجعت كلمتنا، ولا قط حصنا تفاحة، ولا قط مدة رهبتنا إلي موجبها باحة. حرطاني كانت عيبة تنقال من باب الغيبة وتعود مسبة وشيبة وتعير فيه الوقاحة. وزعيمنا كيف الزعمة شجاع ويدوم النعمة، عظيم لله العظمة الناس خير الصراحة، ما قد ولى عن كلمة ولا قد بوجه شاحة، ولا قد خاف من العظمة ولا قد في ليدين الطاحة، ولا قد عرضت له أزمة ما خاضها في بساحة، ولا قد مدوه النظمة ما جاه مقرب من الساحة قرب من راحة. حرطاني كانت عيبة تنقال من باب الغيبة وتعود مسب وشيبة وتعير فيه الوقاحة، ولا قد ليه سبقتنا للحبس عن قضيتنا، ولا قد شفت شرقتنا بالبط ونتي في الراحة، ولا قد صبرتنا وعراضنا في البياحة، ولا قط مثل هزمتنا، ولا قط خفنا من الساحة. حرطاني كانت عيبة تنقال من باب الغيبة وتعود مسب وشيبة وتعير فيه الوقاحة. السلام عليكم.
ختاما رانا شاكرينكم كاملين ساد الاراويين والاراويات، شاكرينكم على حضوركم وشاكرينكم على مجيكم من اجل التضامن مع الرئيس السجين النايب كرام الله البيت، شاكرين الصحابه وشاكرين المجموعه كلها. ميرسي تو لو مون وميرسي تو سي كي سون بريزونتي ici, hommes et femmes, notre remerciement aux journalistes. Nous comptons l'aide de tout le monde pour la liberté, l'égalité, la justice en Mauritanie. Et comme il a dit notre président, يا سلام 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 يا س